المجلس بدعوة من الرئيس ذهب إلى الحوار الوطني علشان يناقش هذا المشروع، مشروع القانون لتشكيله، وعايزين نتكلم أكتر على خلال الجلسات اللي فاتت، يعني إيه نص المشروع، يعني مشروع القانون اللي جالكم في الحوار الوطني، ويعني من خلاله عرفتوا ما هو هذا المجلس؟ بصي حضرتك، هو اتعمل جلسة استثنائية في محور التعليم، تمام، اللي هو بداخل المحور المجتمعي حوالين المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، تمام. فطبعا المشروع اتوزع على الحضور، تمام، والمعنيين علشان يتم مناقشته على نطاق واسع بين كل الناس المعنية بقضايا التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، والمعنيين بقضايا التدريب، والمعنيين بقضايا التعلم بشكل عام. طبعا كل الفرقاء، وسواء أحزاب أو سواء كتل سياسية أو سواء أكاديميين أو اتنين مع بعض، تمام، ابتدوا يناقشوا هذا القانون. والحقيقة كان في أرضية مشتركة بين يعني معظم الحاضرين في الجلسة، لأن الجلسة كانت طويلة قوي، امتدت يعني متهيألي لغاية الساعة 7 بالليل أو 8، علشان 9 صباحا؟ لا، هم ابتدوش 9 قوي يعني، تمام، إنما علشان فعلا يقدروا يدوا كلمة لكل واحد، يقدروا يسمعوا كل الناس، تمام، وياخدوا كل المدخلات بعين الاعتبار. فده بشكل عام، يعني إن دي جلسة استثنائية وليست جلسات ممتدة. واعتقد ان هم في خلال الساعات الكثيره دي، تمام، او الطويله، يعني قدروا ان هم يحطوا ايديهم، مجلس الامنا، مجلس الحوار الوطني، ان هو يقدروا يحطوا ايديهم على اهم المشكلات او التحديات الموجوده في مشروع القانون. اقول لحضرتك، يعني لو هاخده على من حيث الشكل، تمام، ثم من حيث المضمون. طبعا من حيث الشكل، هو يعني مشروع جيد، مصر محتاجاه، تمام، جاي في توقيت جيد. طبعا اول واحد اتكلم على المجلس الاعلى للتعليم هو دكتور طه حسين، يعني فتلاقي كده روح طه حسين الحاضر الغائب في كتاب ومستقبل الثقافه في مصر، تمام، الايام طه حسين واحنا عندنا الفكره، طبعا، تمام. وطه حسين يعني كان وزير المعارف، أيوه. وكان معني ومهتم، وهو كان اديب، تمام، وكان يعني عميد الادب العربي، فكان مهتم بقضية التعليم، ومش قضية التعليم بس، قضية التعليم في إطار الثقافة العامة في البلد يعني، أو ثقافة المصريين. فابتدى طبعا يحط إيده على إيه هو الإطار اللي ممكن إن هو يحسن العملية التعليمية، فارتأى إن لابد أن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم. طبعا هذه الفكرة تم إحيائها مرة أخرى من خلال الرئيس ومن خلال الحكومة، إن هم يقدموا هذا المشروع. طيب المشروع في بعض الأشياء الجيدة وفي بعض الأشياء التي تحتاج إلى إعادة نظر. يعني هو جيد من حيث الشكل، هو جيد من حيث الفكرة، الفكرة جيدة مهمة طبعا، يعني التعليم ده مسألة أمر قومي، تمام، التعليم مرتبط، هو يعني المدخل لكل شيء، مدخل طبعاً لصحة جيدة، لاستثمار جيد، ل يعني حياة جيدة بكل يعني تنوعاتها. الحقيقة من يعني لو حضرتك هتسمحي لي، من أهم التحديات اللي يعني اتفق عليها الحضور في هذه الجلسة الاستثنائية بطياراتهم المختلفة، ومن خلال أيضا الأساتذة والمتخصصين وزراء سابقين، هي فكرة التشكيل. الحقيقة علشان أعمل مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، يعني أنا بتكلم على، تمام، فلسفة التعليم. فالتشكيل الحقيقة هو تشكيل تقليدي، مجلس وزراء مصغر، تمام، في 18 وزارة، تمام، وما فيهاش وزارة الثقافة، يعني دي الحاجة اللي لفتت نظري، فيها وزارة فيها وزارات كل فيها، ما فيهاش وزارة الثقافة اللي هي أصلا الإطار أو القلب الخاص بالتعليم، فيها وزارات التجارة والصناعة يعني، وبعدين فيها 8 خبراء مكتوبين يعني تحت التشكيل. فطبعا يعني معظم الحضور قالوا احنا ده عبء شديد جدا جدا، تمام، على هذه الوزارات. يعني المجلس مكون من 18 وزارة، مفهومش وزارة الثقافة، وفي عدد من الخبراء، مع العلم ان المفترض وقت ما تم الاعلان عن يعني الدعوة لتشكيل هذا المجلس ان هو يكون عبر للزمن، يعني الوزارة دي موجودة، الحكومة دي موجودة، مش موجودة، هو فكره واحد بشأن قضية التعليم في مصر. بصي حضرتك، هو طبعا يعني احنا يعني محتاجين طبعا ان احنا نتطور شويه في فكرنا حوالين التشريعات والقوانين، ولكن ساترك هذا الموضوع جانبا لاهل التشريع،
تمام، ولكن انا يهمني اي تشريع بيطلع لابد ان يكون موجها بفلسفه معينه. الفلسفه المعينه ان انا عايزه ناس تفكر لي في التعليم في مصر، ناس مثقفين اكاديميين ادباء مهمومين بقضيه التعليم تربويين، تمام، هم دول اللي يحطوا الرؤيه يحطوا الخطوط الطويله والعريضه، وطبعا الوزارات هتنفذ لانه دي جهه تنفيذيه. فالتشكيل به بعض المشكلات لان في هيبقى تعارض مصالح، اللي بينفذ هو اللي بيحط هو اللي بيراقب هو. فطبعا ده كلام يعني ايه يعني تجاوزوا الزمن زي ما حضرتك بتقولي. وفي النقطه دي وصلوا لايه يا دكتور؟ لا وصلوا طبعا، هم خلاص خدوا النوت ان خلاص ان هذا التشكيل يحتاج الى اعاده نظر. يبقى اول ملاحظه اعاده النظر لعمليه التشكيل بالظبط، ان يبقى مكون من الخبراء بشكل رئيسي ثم المعنيين بالعمليه التعليميه، تمام، بحيث ان هم يطلعوا برؤى وتوصيات وسياسات يتم طرحها ووزارات مشكوره تقدر تنفذها من خلال طبعا مواردها والى ذلك.